جميعا، وهي كل التحيه وكل الشكر للاستاذ الدكتور خالد العنيني وزير الاثار على الحقيقه دعمه القوي ومسندته للفيوم ومحافظه الفيوم ولقطاع الاثار وافتتاح اعاده افتتاح هذا المتحف. المتحف الحقيقه انشئ 74 والمرحله الاولى من تجديده كانت 94، ولحسن حظنا كلنا انه كانت تالت اتنين للاثار عشان يتعمل مرحله جديده من التطوير. حصلت احداث 25 يناير وبعض اللصوص والارهابيين حاولوا يفتحوا المتحف، لحسن الحظ ما كانش فيه اثار، قاموا بشويه تدمير وشويه اعمال تخريبيه. المتحف مغلق بقاله 10 سنوات كامله، 10 سنوات كامله والفيوم بلا متحف اثار. الحقيقه في خلال الفتره الماضيه وجدنا كل مساندة ورغبة حقيقية من الدولة ومثلها في الدكتور خالد وزير الآثار وكل المسؤولين في قطاع المتاحف لإعادة افتتاح المتحف. اتبذل جهود كبيرة مع قطاع الأمن والسيد مساعد وزير مدير أمن الفيوم وأجهزته كلها، الحماية المدنية والسياحة والآثار، عشان نعيد افتتاح هذا المتحف. إن هو رغم الحقيقة المتحف يعني حجما صغير، لكنه في دلالة بنقول لمصر كلها وللناس إن مصر ماضية في طريقها، بنعيد افتتاح مؤسساتنا ومتاحفنا وكل الحاجات اللي كانت تعطلت أو توقفت الفترة الماضية. بشكر الحقيقة مرة أخرى السيد وزير الآثار وبشكركم جميعا على الحضور. إن شاء الله دايما مصر في ازدهار ودايما في مشروعات جديدة في كل المجالات في الفترة القادمة. شكرا لحضراتكم جميعا.